23 للفيراري موسى في راوي الأرضية ويأتي لبعات ويا خطيرة جول 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 الأولمبي عويسات عويسات يأتي بالتقدم يأتي بالجول محمود عويسات يسجل حاليا لفدائي فلسطين للفدائي للفدائي جول 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 محمود عويسات هي أرضية فيراوي إبعاد من الدفاعات السريلانكية هي الكرة لذا تصوب على يسار حارس مرمى منتخب سريلانكا يسرى الخطورة عند محمود عويسات صاحب الهدف الأول صاحب أربع أهداف في بطولة الدوري محليا يلعب ليوسف بخامس بخامس خطيرة جول 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 يا 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 لهذا البداية يا لهذا الأولمبي يا لهذه البداية يا لروعة هذا البداية عشرة دقائق غنية بالأهداف عشرة دقائق جميلة أوه على السيناريو الجميل جول 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 هدفين هدفين سي لمنتخبنا الأول في قادم الأعوام بالتحديد تصفيات كأس العالم 2022 موسى فيراوي حاليا يلعب الكرة العرضية هي هي جول 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 اللداغ 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 عدي الدباغ يسجل ثالث الأهداف الثالث يأتي عن طريق الدباغ هو المفتاح موسى فيراوي في العرضية الدباغ كان في تصفيات كاس اسيا في نسختها الاولى طبعا كره قدم السعودي الدباغ يغير خطيره وهي جول 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 الرابع يا صندوق الرابع يا فدائي رباعيه فلسطينيه رباعيه فدائيه يوسف الخامس يوقع الهدف الثاني شخصيا لصاحب الرقم 8 يوسف مخامس بالرقم 15 في تشكيلة منتخبنا الأولمبي وبالتالي أسماء وافرة أسماء كبيرة واعي خطيرة واو جول يا لروعة هذا الجول قذيفة من الميلاد تيرمانيني يوقع على الخامس خامس أهداف منتخبنا بصورة طيبة بصورة جميلة لا هو داود 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 عراقي يرسل قذيفة قنبلة 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 من وتوج بالبطولة وهي هي الرسالة بأن المنتخبات الأولمبية هي النواة للمنتخبات الأولى لرائد الدحلي حاليا رائد يلعب العرضية أوه! جول جول محمود السلمي محمود السلمي يلقي سلام على غزة وضفة يلقي سلام على الشتات والمخيمات محمود السلمي يسجل الجول السادس يسجل بامتياز هي لعبة رائد الدحلي بالعرضية والمتابعة الجميلة من محمود السلمي واصلة لموسى فيراوي ركلة جزاء اي نعم كنت ادون مسجلي الاهداف لانه صار في عنا ست اهداف صار في عنا غله تهديفيه عاليه وهذا هو عودة ركله الجزاء حاليا هل ياتي بالسابع فيراوي والبانينكا الاسمراني الاسمراني موسى فيراوي يزيد الغله يرفع الغله لسبعه اهداف كامله بصورة البانينكا صورة جميلة شوف اللعبة رائع أنت يا فيراوي يسجل سابع الأهداف بروقان عالي بهدوء عالي مدعو يسات وبالتالي هذا المنتخب سيأتي بالفرح ووه يا دباغ يا لدار هاي المرة عدي الدباغ لن يعطيها لأحد على ما يبدو لأنه في المرة الأولى رائد ضيف الاسم لقائمة مسجلي أهداف هذا اللقاء رائد الدحلي رائد ينجح بالجول يأتي بالجول الثامن
رائد الدحلي يسجل ثامن أهداف الأولمبي، ثامن أهداف منتخبنا. رائد يوقع، وهاي الروح صراحة الأسرية المتواجد داخل منتخبنا، كل لاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعم كبير لهذا المنتخب. محمود السلمي حاليا يلعب الركنية، واوه يا لداخ مرت، لا زالت هي جول 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 جول. يا سلام سعدو عبد السلام، يصر على معانقة الشباك، يصر على زيارة شباك المنتخب السريلانكي. ها هي ركنية محمود السلمي، وها هي راسية عدي الدباغ، تابعها سعدو عبد